ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم سلطه مكسيكيه لذيذه جدا زي اللي نطلبها من المطاعم، ومقاديرها جدا سهله وبفصلها لكم الحين. بحتاج الى خس مقطع شرايح، وعندي نص بصله حمراء مقطع مكعبات، وفلفل ملون اخضر واحمر واصفر، وعندي الملفوف الاحمر او البنفسجي مقطع شرايح، وعندي الهالبينو قطعته اللي هو هذا، بوريكم اياه، هذا هو اخذته وقطعته قطع صغيره لانه راح ينضاف، لان تعرفون سلطه مكسيكيه، وشري توميتو، وكمان راح احتاج الى ذره ولوبيا سوداء، مش الفاصوليا الحمراء، اللوبيا السوداء طعمها بيكون مختلف تماما. هو غالبا السلطات المكسيكيه يا تكون فاصوليا حمراء او لوبيا سوداء، بس بالنسبه لسلطتي هذه اللي ابيكم تستخدمونها، لذيذه مع السلطه. وكمان عندي هنا تورتيلا اللي تجي سبايسي والعاديه، قطعتها شرايح ورشيت عليها من البهارات المكسيكيه، ودخلتها الفرن 5 دقائق بس كذا تتحمص عشان تصير مقرمشه عشان نحطها على الوجه. وعندي هنا صدرين دجاج تبلتها ببهارات المكسيكيه اللي هي هذه، تلقون نفس هذه او غيرها في السوبر ماركت، او بهارات الفاهيتا. وكمان خلطت معها من الهالبينو، قطعته صغار ودقيته وضفته للتتبيله مع زيت زيتون وشوي ملح، راح اشويها بالشوايه واقطعها مكعبات، بعدين تنضاف الوجه السلطه بعد ما نخلط السلطه ونضيف لها الصوص. مقادير الدريسنج اللي راح نضيفه: ملح وفلفل اسود، عصير ليمونه، زيت زيتون، ملعقتين زبادي، شوي من صوص الرانش، والخردل اللي بنكهة الهالبينو. إذا ما توفر عندكم ممكن تخلطون الخردل مع قطع من الهالبينو، إذا توفر أحسن طبعا، لأنه السلطات المكسيكية لازم يكون فيها الهالبينو أو نكهة الهالبينو. بحط زيت زيتون بشواية وأخليها تسخن زين قبل لا أبدأ أشوي الدجاج، لازم الشواية تصير ساخنة. ليش الصاج أبيها تصير ساخنة؟ علشان أبي الدجاج ما يصير ناشف، وأبي الدجاج يحتفظ بعصارته، بس التشتشة هذه اللي أبيها. بغطيها، طبعا تاخذ لها من 3 إلى 4 دقائق على كل وجه وخلاص، بعدين اخليها ترتاح واقطعها. بعد ما خلطت كل مكونات السلطة الحين اصب الصوص عليها واقلبها. تقدرون تجهزون السلطة قبلها بوقت والصوص تخلونه وقت التقديم. نقول بسم الله، ننزل كل السلطة اللي خلطناها، وهذا الدجاج بعد ما شويته وقطعته راح أحطه على الوجه. طبعاً بعد ما نكون حطينا الصوص يعني نحطه آخر شيء. وهذا التورتيلا اللي حمصناه راح نحطه برضو على الوجه، نزين فيه السلطة يعني بشكل عشوائي. آخر شيء راح نضيف الشيري توميتو، طبعا التزيين اختياري حسب رغبتكم، أنا أفضل أحط الشيري توميتو أحبه في السلطات. وبكذا تكون سلطتنا المكسيكية خلصت، لذيذة ومشبعة وصحية وبالعافية.